نعم دعاء، صباح الخير. الحمد لله رب العالمين. التلفزيون الأردني تلفزيون مميز بكادره الفني وإدارته وجميع الموظفين اللي فيه، وإن شاء الله نكون في الأيام القادمة قادرين أنه نعرض الأردن من كل مكان ببث مباشر متميز من خلال برنامج يوم جديد. اليوم نصبح عليكم مشاهدينا مرة أخرى من الأغوار الجنوبية، الأغوار الجنوبية بيئة غنية ومتنوعة تمتاز بطبيعتها الجميلة، مناخ فريد، أرض خصبة، وجودة المنتجات الزراعية اللي بتستمر طيلة أيام السنة. طبعا مشاهدينا هناك العديد من المشاريع والخطط اللي بتقوم فيها مديرية زراعة الأغوار الجنوبية من أجل إدخال أنواع جديدة من المحاصيل الزراعية مثل النخيل والعنب والحمص والعديد العديد من المحاصيل الأخرى، وأيضا قامت بالعديد من الدراسات والأبحاث لاستغلال كل شبر في هذه المنطقة الزراعية. لحتى نتعرف أكثر على الواقع الزراعي في منطقة الأغوار الجنوبية راح يكون معنا الدكتور نايف البشابشة مدير زراعة الأغوار. دكتور نحكي لك صباح الخير. صباح الخير، أهلا وسهلا بك، يا مرحبا. نعم دكتور، حابين في بداية حديثنا تعرفنا أكثر عن مساحة الأراضي الزراعية والمزروعة في هذه المنطقة، أكثر ما يميزها في مجال الزراعة. أولا صباح الخير لك ولجميع زملائك العاملين في الميدان وفي التلفزيون الأردني وبرنامجكم الشعبي يوم جديد، فأهلا وسهلا بكم. منطقة الأغوار الجنوبية تبلغ مساحتها حوالي 770 ألف دونم، الصالح للزراعة منها تقريبا 57 ألف دونم. زرع في الفترة الشتوية الماضية حوالي 34 ألف دونم، معظمها بمحصول البندورة تقريبا ومحاصيل أخرى متعددة. حاليا موسم البندورة تقريبا في نهاياته، ويعني تبقى حوالي 15% من الأراضي المزروعة في البندورة. الآن بدأ الإنتاج تقريبا في بعض المحاصيل الأخرى اللي هي يمكن بعد أسبوعين يبدأ ينزل الشمام للسوق، بعديها يمكن في أسبوعين كمان يمكن ينزل البطيخ ومحاصيل أخرى مختلفة. نعم دكتور، في الأسبوع الماضي تفاجأنا بوجود الحمص بالأسواق الأردنية، يعني كان إنتاج جديد وبديل للخضروات في الأغوار الجنوبية، تعرفنا عليه أكثر. سيدي هي بداية يعني الحمص عندنا هناك بالشفا بنزل في شهر 4، هون نزل في شهر 2، فهذا موعد غير موعده. بدأوا المزارعين يتجهوا إلى هذا الاتجاه كطريقة للتغلب على الاختناقات التسويقية في بعض المحاصيل التقليدية اللي دائما كانوا يزرعوها مثل محصول البندورة، فبدأ التنويع وبتشجيع من وزارة الزراعة، فصار اتجاه إلى زراعة مثلا محصول الحمص. زرع حوالي 500 دونم في الغور، بدأ إنتاجه حوالي في 15/2، وهو مجدي جدا، يعني حتى بالسعر كان سعره مرتفع شوية، يعني كيلو حوالي دينار ونص، فهذا كان مشجع للمزارع. أيضا بدأ الاتجاه إلى زراعة الشعير في منطقة الأغوار، وهي أيضا مجدي، يعني كانت إنتاجية الدنم حوالي نص طن للدنم، 400 كيلو يعني بالضبط. أيضا بدأ الاتجاه إلى زراعة الأعلاف البرسيم، أيضا هذا كان إنتاجه ممتاز، وبدأت الوزارة تشجع المزارعين ودعمتهم في الحشاشات والكابسات، والأمور ماشية الحمد لله رب العالمين. نعم، تعرفنا دكتور أكثر على أهم المحاصيل الجديدة، يعني كان في نخيل، في عنب، مثل ما ذكرت أنه في الحمص والشعير، أكثر المحاصيل أكثر نتعرف عليها أكثر اللي راح تكون بديلة للخضروات. هو الاتجاه احنا بنركز غالبا وبندعو لزراعة النخيل أولا، ثانيا زراعة الفاكهة الاستوائية من جوافة ومانجا وأفوكادو، بدأ يشتغل على هذا الاتجاه. أيضا في اتجاه آخر اللي هو زراعة الحمص وزراعة بعض المحاصيل الأخرى اللي إلها أثر واللي بنحتاجها من برا بنستوردها. أيضا في نبات عندنا مثلا نبات المورينجا اللي هي أشجار حرجية تعتبر، لكنها ذات أهمية اقتصادية عالية، وبدينا نساعد ونشجع المزارعين على زراعتها.
شغلة أخرى، بدأت الوزارة لمعالجة بعض المشاكل التسويقية في المحاصيل التقليدية اللي دائما هي المعبي السوق وبصير فائض في التسويق. تم الاتفاق برعاية معالي الوزير أنه المزارعين واتحاد المزارعين أيضا مجلس المحافظة في الكرك وأصحاب السعادة النواب نضع خطة للموسم الزراعي القادم، إن نحدد شو المحاصيل اللي بتحتاجها المنطقة والسوق، في نفس الوقت نحدد شو هو المحصول اللي الآن قاعدين بنستورده من برا، نحاول إن ننجو في نفس الفترة اللي بنستورد فيها لنوفر حماية لهذا المنتج من خلال وقف الاستيراد ودعم السوق المحلي ودعم الوزارة في نفس الوقت. نعم أكيد، الله يعطيك العافية دكتور، شكرا لك. الله يعطيك العافية. أيضا شغلة ثانية، أيضا تم استملاك قطعة أرض حوالي 30 دنم راح يقام عليها مركز للتسويق والتغليف والتعبئة للمحاصيل الخضرية. هذه بدأ العمل فيه الحمد لله رب العالمين. شكرا لك، الله يعطيك العافية. الله يبارك فيك يا رب ويخليك، تسلم. طبعا مشاهدينا مثل ما شفتوا كان معنا الدكتور نايف البشابشة مدير زراعة الأغوار الجنوبية، عرفنا أكثر على هذه المنطقة الزراعية وعلى الواقع الزراعي اللي تتمتع فيه هذه المنطقة من الأردن. طبعا مشاهدينا هناك العديد من الخطط والبرامج والمشاريع والدراسات اللي قامت فيها هذه المديرية لتحسين هذه المنطقة واستغلالها الاستغلال الأمثل في العديد من المزروعات والمحاصيل الجديدة وأيضا استغلال كل شبر في هذه المنطقة الزراعية. والآن راح نرجع على استوديوهات برنامج يوم جديد، وإن شاء الله في إطلالة قادمة راح نتعرف أكثر على الشجرة المعجزة. خليكم معنا وتابعونا وتابعوا برنامج يوم جديد. شكرا، يعطيك العافية أحمد أبو حماد. ومثل ما شفتم مشاهدينا إحنا عم نعيش نحن وياكم أجواء من استوديوهاتنا، كاميرات استوديوهاتنا بالتلفزيون الأردني وكاميرات برنامجنا الموجودة بالأغوار الجنوبية وأيضا كاميراتنا الموجودة بعجلون بربط مباشر مع هالمناطق كلها لحتى نعيش نحن وياكم الأجواء. وما تنسوا أنه في مفاجأة راح تكون من عجلون، وكمان خبروني أنه في مفاجأة بالأغوار الجنوبية. إذن في تشويق بحلقتنا لليوم، فلازم ضلوا معنا لحتى تشوفوا شو فيه.